أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة ولقاء جديد يتجدد محركم دائما وأخبار القاهرة. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفي وضيفكم على الهواء مباشرة، الكاتب الصحفي أستاذ يسري السيد. أهلا بحضرتك معنا شكرا يا فندم، وسام، منورنا يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب، مشاهدين طيبين. وحضرتك طيب، اسمح لنا نبدأ مع حضرتك هذه الجولة الإخبارية ونتحدث عن يعني رؤية حضرتك التحليلية في بعض عناوين الأخبار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على نحو يحقق العدل ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة. جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس وزيري خارجية سلوفينيا والبرتغال. تعليق حضرتك يا فندم على هذا الخبر وتأكيد السيد الرئيس على لابد من تحرك المجتمع الدولي. هو أولا القاهرة محور لقاءات، ويعني الدبلوماسية المصرية والقيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي منذ اندلاع الأزمة ومنذ اندلاع الحرب في غزة، والقاهرة لا تنام. صحيح. المسألة مش لأنها أمن قومي مصري في المقام الأولاني، طبعا. والأمن القومي المصري مش على الحدود فقط، ولكن من المحيط إلى الخليج. فإذا كانت على الحدود مباشرة فالأزمة بتزداد، خاصة مع شعورنا جميعا بما لدينا من معلومات وغيره، إن تكاد تكون هناك مؤامرة الهدف منها ضر التاج العربي وهي مصر. يعني مصر الآن بين جدران من اللهب صحيح. من الجنوب، السودان، من الغرب، ليبيا، فتحت الجبهة في الشرق غزة والكيان الإسرائيلي، وبالتالي أنت في يعني زي ما بيقولوا في بوتقة من لهب. بوتقة من اللهب. صحيح. الربان مهمته صعبة جدا، طبعا. والقيادة مهمتها صعبة جدا، إنها يعني عمالة زي لاعب الشطرنج اللي هو كل لعبة بحساب. محسوبة أيوة. بدقة، وخاصة إن هذه التحديات الخارجية بيقابلها غضب شعبي داخلي، صحيح. وبالتالي انت امام يعني مأزقين، مأزق داخلي ومأزق خارجي، فكيف ستقود سفينة الوطن صحيح. الى بر الامان؟ هذه هي المشكلة الحقيقية. صحيح. وبالتالي دور مصر حتى المسألة لا تتعدى فقط ما ينادي به البعض من مسألة إدخال المساعدات. مساعدات، سوى مصر منذ البداية أكد على أن أصل القضية حل لابد الدولتين. أن نتكلم فيها. صحيح. إذا كان الواقع بقسوته الآن ميزان القوة مختل إلى جانب الكيان الصهيوني، فلا مان يعني أبسط الحدود أو أبسط المطالب أن تقام الدولة الفلسطينية إلى جوار هذا الكيان، رغم في كوميديا سودة في المسألة، إن صحيح. نحن أصحاب الأرض وشعبنا هو صاحب الأرض ولص سرق أرضنا، ومع ذلك نطلب ومع ذلك نطلب التنازل عن التفاوض أرضنا. ونطلب إن احنا ناخد جزء من أرضنا بعد أن فتتها وخلاها كتيونات صغيرة وأجزاء صغيرة. حتى إذا عادت أو أقيمت هذه الدولة سوف تقام على أجزاء، وبالتالي على أشلاء أنت دولة. أشلاء دولة وشعب مقسم بين لاجئين في الخارج صحيح. وممنوع عليهم ان هم يعودوا الى وطنهم، وجزء اخر يحمل الجنسيه الاسرائيليه كرها، والجزء الثالث اللي هو تحت القنابل وتحت الصواريخ وهكذا. انت امام ازمه العالم كله مشارك الان، لانه بيتفرج على الازمه على الهواء، يعني صحيح. بيتفرج على للأسف. قصف أراضي وقصف مباني وقتل شلالات دم أطفال ونساء، مستشفيات، مساجد، كنائس، كل يعني لم يعني مفيش ذرة رمل
مفيش بني آدم إلا ونالها من هذا وللأسف الوباء. المجتمع الدولي والمجتمع لا الدولي يحرك ساكنة. يتفرج، لأن نحن في زمن لا مكان فيه إلا للقوة. الحق بلا قوة لن تجد من صحيح يناصره، وبالتالي إحنا كأمة عربية للأسف الشديد يعني يعني أو فرطنا في مصادر قوتنا بشكل كبير جدا. صحيح وفي نفس الوقت الأحداث اللي حضرتك شايفها في صحيح العالم خلت العالم العربي كله، كل واحد زي ما بيقولوا منكفئ على همه. صحيح. أعلنت السلطات الإسرائيلية تسلمها قائمة تضم 14 إسرائيليا محتجزا لدى حركة حماس، سيتم إطلاق سراحهم اليوم وفقا لاتفاق هدنة الأيام الأربعة الذي تم بواسطة مصرية قطرية بمشاركة أمريكية. في المقابل ستفرج إسرائيل في ثاني أيام الهدنة عن 42 أسيرا فلسطينيا. كانت تل أبيب قد أعلنت أمس تسلمها 13 محتجزا من رعاياها، ووصل 24 محتجزا هم 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني واحد إلى ميناء رفح البري من قطاع غزة عن طريق الصليب الأحمر، وذلك قبل نقلهم إلى الجانب الإسرائيلي. وينص اتفاق الهدنة على وقف الأعمال العسكرية الإسرائيلية والإفراج عن 50 إسرائيليا من المحتجزين في غزة مقابل 150 أسيرا فلسطينيا تم إطلاق سراح 39 منهم أمس، جميعهم من النساء والأطفال. تعليق حضرتك يا فندم على فقرة التبادل الأسري. يعني هو طبعا ما دي كوميديا، الكوميديا السوداء، يعني الكوميديا السوداء ان احنا يعني شعب مرتهن، شعب بالكامل مرتهن، شعب كله وراء سجن وراء معتقلات، وهم دلوقتي كل الحدوته بتاعتهم في ال 201 او ال 225 صحيح. اللي هم دول وما بيبصوش، ودي الكوميديا الهزليه بتاعت المجتمع الدولي كله، مش شايف شعب بالكامل بيباد واللي موجود محبوس واللي موجود ورا معتقلات والبقية تحت قصف النار وبنتكلم دلوقتي في 14 واحد مقابل 42. 42 ايه؟ انت بتتكلم على شعب بالكامل بيضربوهم في طلقة واحدة يا فندم، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انا كاتب مقال في الجمهورية في فكرة ان سيبقى الوضع، هي اسرائيل لما هتدينا 50 واحد ولا 100 واحد، ما الصبح هتروح تعتقل 50 تانيين و100 تانيين وبيموتوهم في ضربه واحده. وبالفعل يعني هم عندهم في كم مواطن فلسطيني موجود في المعتقلات الاسرائيليه؟ ألاف. اكتر من 6000 واحد. صحيح. وبالتالي المساله لابد ان تكون الصفقه الحقيقيه هؤلاء الرهائن امام الشعب الفلسطيني بالكامل، اجلاء كل ليس المعتقلين. ليس في المعتقلين وراء السجون فقط، ولكن الشعب كله بالكامل. الشعب كله معتقل، سواء صحيح. كان داخل المعتقلات او صحيح. خارج المعتقلات. وبالتالي يعني اقول لحضرتك، انا يعني توقفت برضو وما اعرفش يعني فايت ازاي على البعض، وده انا كتبته كذا مره وبعض، فكره مزدوج الجنسيه. مزدوج الجنسيه، انت امام كيان لاول مره يكون شعب او ما ينتمي لهذا الكيان مزدوج الجنسيه كله، يعني انت بتلاقي يعني واحد يحمل الجنسيه الكذا والجنسيه الاجنبيه، فلبيني اهو يا فندم، فلبيني وتايلاندي. وبالتالي حتى الدول لما جايه دلوقتي افتقرتهم دلوقتي جايه تدافع عنهم عن رعاياهم، طب ما هي اصلا راحوا اسرائيل ليه؟ يعني هي سمحت لهم ليه ان هم يروحوا اسرائيل ويروحوا في، لكن اذا كان هناك حسنه لهذه الحرب، اذا كان هناك حسنه فهي قالت للجميع الان ان هذه ارض محتله. صحيح. ان هذا اللي هيجي هنا من اي جنسيه تانية هيبقى جاي مغتصب ارض ومغتصب شعب ومغتصب كذا، فيجي بقى هو يتحمل نتيجه يعني فكره الدعايه الصهيونيه اللي كانت موجوده قبل كده ان هذه ارض المعاد وهذه جنه الله في الارض وغيره وغيره، تبددت في هذه الحرب ان ما المغتصب ملوش امان. صحيح. وبالتالي وان شعب اسرائيل ده شعب مرتزقه كلهم، ما انا بقول لحضرتك يعني في شعب في الدنيا مزدوج الجنسيه كله. يعني كل واحد يحمل جنسيتين، جنسيه بلده الاصليه والجنسيه التي يحملها الاسرائيليه. إيه يعني احنا واخدين في العلوم السياسيه انت مقومات الدوله ارض وشعب وسلطه وسياده. صحيح. طيب اذا كانت الارض مغتصبه والشعب
مستهجر ومستقدم مرتزق. مش هقول مرتزق، مستقدم ومستهجر من جميع أنحاء العالم. فأنت فين الدولة؟ صح. يعني فين الدولة؟ وبعدين يعني فكرة الكيان اللي قايم على الحرب، الكيان الذي ليس له حدود. يعني دايما احنا في العلوم السياسية بنقول دولة ولها حدود، حدودها الشرقية كذا والغربية كذا. هذه الدولة ليست لها حدود، أو هذا الكيان ليس له حدود حتى صحيح الآن، يا فندم، لا صحيح. يؤمن بهذه الحدود. وفكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وهذا هو يعني الحلم اللي هو متناسب مع الواقع، هم لا يرضوا بذلك. هي المسألة مش هم مش عاوزين فلسطين بس، هم عاوزين من البحر نيل للنهر، لا الفرات. ده أكتر كمان. هم حتى في المخططات اللي حاصله، مخطط التهجير غزه لسيناء ليس وليد هذه اللحظه، طبعا ولكن من طبعا، سنوات طويله هذا المخطط موجود. هذا المخطط وبيحاولوا موجود ينفذوه في كل فترة في كل وكل فتره، مدة، لكن للأسف محاولة إن شاء الله الناس مش اللي في الضفه هينفذوه. الغربيه يروحوا الاردن، وبعد كده بعد ما يروحوا الاردن ولا قدر الله يعني راحوا الاردن ودول جم سيناء، هيخشوا على سيناء ويخشوا أيوه على الاردن، وبعد كده ناخد دول، وبعد كده يقول لك نخش على السعوديه ونخش على ليبيا ونخش على السودان. يعني هم أطماع، زي السرطان صح، اللي هو يتفشى وينتشر. لن يصمت عند حدود معينه. وبالتالي علينا جميعا ان ندرك هذه الحقيقه، ان هذا الكيان لن يهدأ سوى بابتلاء المنطقة. وبالتالي علينا أن ندرك أننا إحنا أمام محتل مغتصب سرطان سوف يلتهب اليوم فلسطين، ويلتهب يلتهم في الغد الدول المحيطة. والله يا فندم يعني رأي حضرتك صح وسديد، وللأسف كلنا نعلم هذا، ولكن في رأي حضرتك إزاي نقدر نواجهه، نوقفه عند حده إنجاز التعبير؟ بص حضرتك، مبدئيا موازين القوة قد تكون ضد الشعب الفلسطيني، لكن تعال نشوف التاريخ. يعني هل قوة مصر كان زي قوة بريطانيا عشان تتحرر من بريطانيا؟ هل قوة الجزائر كانت زي قوة فرنسا ولما اتحررت من الجزائر؟ لا طبعا. انت كان امام القوتين الكبريين بريطانيا وفرنسا، وبالتالي انا باخد لك النموذج اهو، مصر والجزائر. مصر تم الاستقلال عن وتم طرد وحصلت الحاجات اللي حضرتك عارفها والمشاهدين عارفينها، والجزائر دفعوا مليون شهيد. اذا مع حركه التاريخ الشعب الفلسطيني سوف ينتصر في النهايه، ان شاء الله. الشعوب لن تموت، هذه واحد. صحيح. ثانيا الوطن لا يموت. انا يعني انت حتى لما بتيجي تشوف الاساطير اللي والاوهام اللي بيعملوها وتقف يعني تقول ايه، اين عقل هذا العالم لما يجي يقول لي اصل انا كنت موجود هنا من عده الاف من السنين في دوله قعدت مش عارف 70 سنه ولا 80 سنه، وانا هصدقك، همشي معاك واصدقك. كم مره في التاريخ؟ مرتين. يعني كام سنة؟ 200 سنة. يعني 500 سنة. من كام؟ من أكتر من 15,000 سنة عمر هذا الشعب من الأفريقيين وغيره وغيره والعرب وغيره وغيره في هذا المكان. إذا أنت بتتكلم في حد جه قعد في مكان 80 سنة من 15,000 سنة وتيجي تقول لي أنا ليا حق؟ دي واحدة. نمرة اتنين، وأنت بتتكلم طيب ما احنا بقى العرب نروح نقول احنا قعدنا في الأندلس قعدنا كام 600 700 سنه، وبالتالي احنا من حقنا دلوقتي نروح الاندلس. صحيح. طب ما احنا نروح دلوقتي بريطانيا وفرنسا ترجع برضو تقول انا كنت قاعده هنا محتله في الحته دي ومحتله في الحته دي ومحتله في الحته دي. انت فكره الفلسطينيين ليسوا الهنود الحمر. صحيح. لان الوطن عندنا في فلسطين وطن مختلف. صحيح. الوطن هنا يعني جزء من الكينونه. وبعدين انا حتى كاتب في نوع من السخريه، اذا كان اليهود بيقول وانا همشي معاهم في هذا الطرح ان حقهم يعودوا الى هذا المكان لانهم واحد شعب الله المختار، وانا مش عارف حكايه شعب الله المختار دي على اي اساس، لان اذا كانوا هم شعب الله المختار، هل الله الشعوب التانيه دي مش مختاره عنده؟ ولا في آلهة تانية بالنسبة لكم بتتوزع بينها الشعوب؟ حاشا لله، هو الله واحد. وبالتالي كل الشعوب هي خلقه، وبالتالي لا يمكن أن يميز جزء عن جزء. النمرة التانية،
انت لو كده، طب نرجع بقى اليهود، هات تعالوا ال 15 مليون اللي في العالم دول اللي هم 2 صحيح من 10% يجوا يقعدوا، وفي 2 مليار وربع مثلا من المسلمين، وفي 2 مليار ونص من المسيحيين، المسيحيين دي ارض المهد، مهد المسيح، واحنا الحرم والمقدس وكده، وبالتالي احنا نرجع كلنا بقى ونقعد في فلسطين. صحيح صحيح. عموما نتمنى كل الخير طبعا لشعب غزة أو شعب فلسطين بشكل عام وأهل غزة بشكل خاص يعني. أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إجلاء 22 مريض و19 مرافق من مستشفى الأهلي المعمداني في شمال غزة إلى جنوب القطاع. وقال أدهانوم أن عملية النقل تمت بالتعاون مع الصحة العالمية والأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرا إلى أن المرضى موجودان لأن المرضى موجودان أن المرضى موجودون حاليا في المستشفى الأوروبي بغزة. وكانت عملية أو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت أمس إجلاء 70 مصاب ومريض وعددا من الأطقم الطبية ومرافقي الجرحى من المستشفى الأهلي المعمداني. تعليق حضرتك. يعني لما تتحول لمستشفى إلى خيمة والقتلى والجرحى على الأرض، ده يبين حجم المأساة ويبين طبعا حجم الجرم طبعا اللي بيحصل. صحيح إن المستشفيات يعني في القانون الدولي ممنوع طبعا الجرحى، ممنوع المستشفيات، ممنوع النساء، ممنوع الأطفال، ممنوع المزارع، ممنوع الشجر، ممنوع، ده صحيح. قانون دولي. هما ما فيش قانون دولي خالص بالنسبة لهم. عندهم ذريعة بقى يا فندم، ذريعتهم إن حماس موجودة تحت المستشفيات في الأنفاق. أولا هذا برضو حق يراد به البطل، برضو ولما دخلوا بنتناسى، ما لقوش حاجة. لا 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 غير كده، احنا بنتناسى ان غزة محتلة وفلسطين محتلة. انت طبقا لقرارات الامم المتحدة كل ما تم احتلاله بعد 67 على الاقل محتل، وبالتالي المحتل ليس له حق الدفاع عن النفس لان هو محتل. يعني هو طبعا في حرامي جه دخل بيتك خد منك بتاع، لما تيجي تدافع عنه نقول عليك انك انت اللي هو حق الدفاع عن هو النفس، لما ما تيجي ينفعش. فاذا انت دلوقتي يعني جرم، يعني ضد التاريخ والحضاره لما اقدم كنيسه، تاني كنيسه في العالم يتم هدمها، طبعا مساجد ويخشوها، مستشفيات ويخشوها، عربيات اسعاف، مرضى بيموتوهم. يعني طب ايه مؤسسات الإنسانية يا فندم زي يعني الأونروا وكده، الأمم الامم المتحدة. المتحده اللي هي المفترض من دخل الى بيت الامم المتحده فهو امن، ها، فهي بتتضرب فندم وبتتعمل. ده بيطالبوا باستقالة جوتيريش يا فندم، يعني ايوه، الأمين العام. لانه تجرأ وقال ان اللي حصل في 7 اكتوبر لم يكن الا نتيجه ضغوط حصلت قبل صحيح. كده، لانه تجرأ في كده وشهد شهد حق، وشهادة، يعني كلمة أقل حقه من يعني. شهادة الحق. صحيح ودلوقتي عاملين حملة على بعض الدول الأوروبية عشان بتقول فقط إن إسرائيل فكرة الدفاع عن النفس تجاوزت الحدود، صحيح. فبيطالبوا هذه هي العقلية الصهيونية، يعني هذه هي العقلية الصهيونية. وبالتالي أنا يعني طبعا مصر قايمة بدور كبير جدا في طبعا مسألة الجرحى ومسألة يعني فتحت فتح مستشفياتها المعبر. بعد يعني الذي لم يترك بشكل كبير في الإعلام، إن هناك العديد من المرضى في المستشفيات المصرية صحيح الآن يا فندم. يعالجوا، الحالات الخطرة بتعالج وبتتعمل لها عمليات وغيره دون دعاية. احنا طبعا مش زي بعض الدول اللي اي مش عارف ايه يقولوا احنا بذلنا وعملنا. مصر في قلب المعركة، طبعا ولأن مصر كبيرة ده من أول يوم يا من فندم أول فعلا. يوم. وبقول لحضرتك الآن وإحنا بنتكلم عن بعض الجرحى في العديد، مش عاوز يعني أقول أعداد، لكن في المستشفيات المصرية في القاهرة، أيوة ومش بتكلم على مستشفى مش في العريش ولا العريش بس، غيره، لا ده لا أنا وصلت بتكلم في مع القاهرة ناصر وهم. في أهم مستشفيات مصر، ومنها مستشفيات مهمة جدا بتعالج وبتعمل عمليات صحيح للعديد من المرضى خاصة الأطفال المصريين، الخدج والأطفال الأطفال والنساء والعواجيز صحيح والشباب، المريض والجريح واحد. أكيد أكيد احنا في القانون الدولي على فكرة وفي الإسلام، هتقولي كده حماس قتل كام رهينة؟ هتقولي حماس لما عالج الرهائن اللي طلعوا قالوا ان احنا كنا بناخد صحيح العلاج اللي كنا بناخده في اسرائيل وهم قاعدين تحت في النفق، جايبين صحيح لهم العلاج احدث علاج اللي هم بياخدوه بيدوه لهم،
هكذا ده احنا العرب بقى، ده حماس اللي هم بيقولوا عليهم ارهابيين، وده المسلمين اللي بيقولوا عليهم ارهابيين، ودول العالم الثالث اللي بيقولوا علينا همجيين. نحن صحيح. نعامل جرحاهم ازاي، نعامل مرضاهم ازاي، وهم يعاملون مرضانا وجرحانا والسلام بتوعنا يا فندم، ازاي. هو الفكرة ان هو مخطط صهيوني كبير زي ما حضرتك تفضلت وقلت، الموضوع اكبر من غزة لا كمان، لا 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 يعني لا لا، اكبر المسألة من مش غزة غزة ولا طبعا، مسألة إقامة دولة، يعني ولا ال 200 اسير اللي ولا ال 200 موجودين عند، أسير ولا 300 أسير لا. ولا الكلام. أنا بقول لحضرتك هم أسرين شعب بالكامل، صحيح محتلين دولة بالكامل، وعندهم شهية علشان يلتهموا المنطقة كلها. صح. هم يروا أنهم شعب الله المختار بالنسبة لهم، يعني أن كل الناس أقل صحيح. وهم اللي يقودوا المنطقة. نتمنى طبعا كل الخير لحل هذه الأزمة عاجلا بمشيئة الله، حل أزمة الأزمة الطاحنة في غزة، وستظل مصر طبعا هي الداعم الأول في هذه القضية، لأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في قلب الأمة المصرية منذ زمن وحتى الآن، وستستمر بمشيئة الله. ننتقل لملف آخر مع حضرتك أستاذ يسري، إلى الاستعدادات الانتخابات الرئاسية 2024، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الاستجابة إلى الطلبات المقدمة إليها من المواطنين الراغبين في تعديل أماكن مراكز الاقتراع المحددة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة. وأوضحت الهيئة الوطنية أنها أعادت إطلاق قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بعد إجراء أعمال التحديث والتعديل اللازمة، وذلك إثر الانتهاء من تحقيق كافة شكاوى المواطنين الواردة طيلة الفترة الماضية وإزالة أسبابها. وأشارت الهيئة إلى أنها أتاحت عبر موقعها الإلكتروني إمكانية استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته، كما أكدت أنها عكفت طيلة الفترة الماضية على بحث جميع الشكاوى والتحقيق فيها والاستجابة لطلبات المواطنين. طبعا يعني من الظواهر الحضارية والتقدم اللي حصل في حركة في الحركة الانتخابية أو الحركة الديمقراطية، إن بقى عندنا هيئة وطنية للانتخابات. صحيح. فهذه الهيئة ليست مهمتها فقط الإشراف على انتخابات رئاسية أو انتخابات برلمانية أو غيره، لكنها قاعدة بتشتغل. صحيح. قاعدة بتشتغل طوال الفترة، مش بتيجي يستدعوا قبل الانتخابات بعدة أشهر. صحيح. وتبقى فهم من مهمهم اولا تنقيه كشوف الانتخابات باستمرار، لان اللي بيتوفوا صحيح. او اللي بيصدر ضدهم احكام مخله بالشرف فيمنعهم من يكونش لهم حق التصوير، التصويت. وبالتالي ده كله المفترض بيستبعد. اكيد اكيد. نمره اتنين، ان انت ازاي بتجهز اللجان قاعدة الانتخابيه، ازاي بتبقى بتعدها لوجستيا انها تبقى في ساعه الانتخابات جاهزه. صحيح. انت بتبقى عامل خطط انك انت مثلا لو عملت انتخابات يوم او يومين او 3 ايام كيف ستدير المعركة وفي الداخل والخارج. في الداخل وفي الخارج. انت عندك برضو فكرة الداخل والخارج بقت يعني حاجة حضارية كبيرة. صحيح. جدا، لان المصريين اللي بره في الخارج عددهم حق. اكتر نحو 10 مليون مثلا موجودين في الخارج، فدول حق لهم حق التصويت في الانتخابات، وبقى ليهم حتى حق الانتخابات في حق التصويت في الانتخابات وقوة البرلمانية، مؤثرة بلا شك، وقوة مهمة ومؤثرة طبعا. لان لن يصنع مستقبل مصر الا شعب مصر أبنائها وابنائها اللي في موجودين في الخارج زي ابنائها اللي موجودين في الداخل. صحيح. وبالتالي بقت الهيئه الوطنيه المفترض ليها استراتيجيه وليها فلسفه شغاله على صحيح. طول. المساله مش بس بتشتغل ايام الانتخابات او سواء كانت انتخابات برلمانيه او صحيح. انتخابات رئاسيه. فكره ان انت كمان بتشوف ايه وانت بتشتغل، طول ما انت بتشتغل في مشاكل بتظهر أكيد. وبالتالي انت عليك انك تحلها. هي بتشوف بعض المواطنين مثلا مواطن من الصعيد وقاعد بيشتغل في القاهرة، طب هيروح يصوت فين؟ طيب واحد في هو مقيم في المنوفية لكن كل يوم بيروح ويجي مثلا القاهرة او غير، هيصوت فين؟ هيصوت هنا ولا هناك؟ طب فانت كل الحاجات دي المفترض الهيئة وطوال الفترة اللي موجودة بتحل. أنا دلوقتي هل أنا ممكن أعمل سيستم كمبيوتر بحيث أن أنا ممكن أعمل لجنة مرتبطة بالكمبيوتر بالمحافظات، في لجنة مثلا في القاهرة في مكان معين كل اللي جايين القاهرة يروحوا يصوتوا صحيح. فيها في المحافظات نفس الحدود. يعني هذه يعني ده الدور اللي هي ممكن تعمله صحيح. هيئة مستمرة بشكل دائم، مش جاية بتستدعى
فقط صحيح، قبل أي إلى انتخابات. جانب الإشراف القضائي الكامل طبعا يعني هم كلهم وتأمين نزاهة لجنة الانتخابات. قضائية، وفي نفس الوقت بتستدعي القضاة أيضا. وأنا بقول لحضرتك هي يعني مايسترو المفترض صحيح، وعقل بيدير العملية الانتخابية أيا كانت الانتخابات، سواء كانت انتخابات رئاسية أو انتخابات برلمانية. وبالتالي أنت داخل طبعا بنتعشم إن بعد كده يبقى في كمبيوترات أو شبكة إنترنت في اللجان الانتخابية كلها، إن وهكذا يعني أنت وأنت طول ما أنت صحيح، بتفكر في أنت تطوير، بتطور، في أنت تطوير وفي بتطور تحديث، وده بيؤدي طبعا كل هذا سعيا إلى نزاهة العملية نزاهة العملية الانتخابية. الانتخابية. صحيح. شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنعقد تحت عنوان صوت غزة من سيناء، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة. وأكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن المرشح الرئاسي جعل سيناء على رأس أولوياته نظرا لأهميتها الاستراتيجية، وكلف بسرعة تعميرها. وأضاف فوزي أن المرشح الرئاسي السيسي وجه بإطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة المستويات أمنيا وعسكريا، من خلال قيام رجال القوات المسلحة والشرطة بتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، إلى جانب تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى وإقامة العديد من المشروعات التنموية. كما أضاف فوزي خلال كلمته بالمؤتمر أنه تم الوقوف على معبر رفح لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، والتي تضم 8950 طن من المساعدات قدمها التحالف الوطني و3000 طن قدمتها مؤسسة حياة كريمة. تعال يا حضرتك. بص أنا هبص للخبر من عدة زوايا. أول زاوية فكرة رؤية الرئيس السيسي في تنمية سينا. قبل ما يبدأ ينمي سينا، هو حين تولى الحكم تولى الحكم وسينا تكاد تكون يعني بؤرة بؤرة ملتهبة ملتهبة لا تهدد سينا فحسب، ولكن تهدد مصر بالكامل. صحيح. وده يخليني أقول الكلام اللي أنا قلته من شوية، إن هناك مخطط. يعني فكرة طبعا الإرهاب اللي طبعا كان في سينا كان مخطط، ولو نذكر ان يعني المختطفين والرئيس صحيح، الاسبق والحواديت اللي احنا عارفينها كلها، واخد بال حماية حضرتك، الخاطف وحماية والمخطوف. الخاطف والمخطوف، صحيح، وفي نفس الوقت الصفقة اللي كانت ممكن تكون موجودة في مسألة منح جزء من سيناء لإسرائيل وإقامة منطقة حرة صفقة وغيره. القرن. هناك العديد من السيناريوهات أو صحيح، العديد من الأحداث اللي كانت حاصلة. وبالتالي أقول إن مسألة الإرهاب في سيناء ما كانتش صدفة، صحيح، ما كانتش صدفة، ولذلك فطن إليها السيد الرئيس ولذلك فطن الرئيس وفطن وطلب القوات التفويض المسلحة للقضاء على الإرهاب بالظبط، أيام. فطن القوات المسلحة والجيش والشرطة قاموا بدور كبير جدا لتطهير سيناء من الإرهاب. صحيح، ودي كانت أول خطوة دق مسمار في نعش الإرهاب في المنطقة. صحيح، يعني حين اندحر الإرهاب، لو تفتكر والمشاهدين صحيح، يفتكروا معانا، لما اندحر الإرهاب من سيناء بدأ يندحر في سوريا، بدأ صحيح، يندحر في العراق، بدأ، ده لأن أنت حقيقي، المركز هي مصر. لو مظبوط، سقطت مصر كل ده هيسقط، صح، لو عاشت مصر كل دول هيعيشوا. بعدها وبالتالي بدأت مسيرة التنمية والتعمير. ما دي ده الأساس. أنت مش ممكن تعمل تنمية صح، وأنت في في بلد وسط إرهاب وفي مستقر، وسط أيوة، نار، يعني استقرار واخد بال أهم. حضرتك. فكانت وده بس دي اللي أنا بقول إن هناك علاقة بين الإرهاب وبين ما يحدث الآن في غزة وبيحدث في الكيان صحيح، الصهيوني. الأصابع وعلامات الاستفهام كنا بنشير إليها أثبتت الأيام صحتها، إن المسألة ما كانتش كده، لا المسألة كانت مخططة لإسقاط مصر. لما الجزء الثاني بعد الإرهاب، لما الحمد لله ربنا عافانا من هذا الوباء، بدأت الرئيس السيسي قبل الفترة الأخيرة كانت هناك عمليات تنمية تتم على استحياء، وعمليات تنمية تتم للشو الإعلامي. أنت لأول مرة أنت بتتم أنفاق، خمس ست أنفاق صحيح، بيبثوا الحياة من الدلتا والجانب لعمق الغربي سيناء. إلى عمق سيناء.
ميه النيل في الانفاق، حركه القطارات، التنميه شغاله، الكهرباء شغاله، صرف صحي ومحطات معالجه ميه تعمير وبناء موجوده، مساكن هناك تعمير موجود. صحيح. فانت فكره ان سيناء لن تكون مستقره ومصر لن تكون مستقرة إلا بتنمية سيناء كاملة. أكيد. زرع سيناء بأكثر من 20 30 مليون مصري هي دي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على أمن مصر القومي. صحيح. وبالتالي لابد إن أنت سيناء تنزرع بالبشر. أنت أصبحت عدلت من اتفاقية كامب ديفيد، فبقت الجيش المصري والشرطة المصرية موجودة في مناطق كثيرة في سيناء، بتحمي الحدود المصرية وبتحمي الكيان المصري. سيناء أنا بعتقد إنها كنز مصر الحقيقي، كنز أكيد. مصر الحقيقي في السياحة. السياحة ليست السياحة الشاطئية فقط، ولكن السياحة الدينية. تستطيع تور سيناء ديت طبعا وسانت كاترين، طبعا تستطيع إنها تبقى قبلة لكل المسلمين والمسيحيين واليهود أيضا، صحيح يأتوا في تجمع نادر الوجود في أي مكان في صحيح العالم. أكيد أنت عندك ثروات طبيعية، عندك ثروات ساحلية، مكان تستطيع أنها تبقى هونج كونج أكيد يا فندم المنطقة. صحيح إذا سيناء مهيئة أنها تبقى قاطرة التنمية في مصر. أكيد طبعا تراث سيناء هو فيروز وكنوز. في إطار الحملات الانتخابية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة، انطلقت فعاليات المؤتمر الجماهيري بقرية ميت أبو غالب في محافظة الجيزة تحت شعار تحديات الدولة. وشارك في المؤتمر عدد من الأحزاب والقوى السياسية، بينها حزب الجيل ومستقبل وطن، إلى جانب لفيف من المواطنين للحث على المشاركة في الانتخابات وتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. نشاهد تفاصيل أكثر في هذا التقرير. بالمنطقة الشمالية بمحافظة الجيزة بقرية أبو غالب شاركوا في مؤتمر جماهيري حاشد تحت شعار تحديات الدولة وتأييد الرئيس، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية والمحافظة لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة. هذا الحشد الكبير الذي استشعر الخطر التي تمر به الدولة المصرية، والذي استشعر من ضرورة الوقوف خلف عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي، لأنه رجل المرحلة والرجل القادر بإذن الله على التعامل مع المعطيات الدولية الآن البالغة التعقيد والبالغة الخطورة والبالغة التهديد للوجود المصري. النهاردة الرؤية الخاصة لهذا المؤتمر، الحشد الكبير، الحماس الكبير، الفهم لخطورة الدولة المصرية وما تمر به الدولة المصرية. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس هذه المرحلة، أنجز العديد من الإنجازات على مستوى الدولة المصرية، أعطى لمصر قوة أمام المجتمع الدولي، قوة كبيرة جدا جدا، من خلال تعزيز قدرات العسكرية، ومن خلال تعزيز المؤسسات، ومن خلال البنية التحتية وما يعرف بالتنمية المستدامة، اللي هو إحنا الناس بتقول إن هو إحنا بنعمل ليه كده. لا، ده احنا واجب علينا ان احنا بنعالج سنين طويله جدا فاتت كان فيها اهمال للدوله المصريه. حاليا دلوقتي احنا بنبني دوله جديده، بنعمل ادوات تنميه مستدامه داخل المجتمع المصري. كل هذا الكلام احنا بنقول فيه ومن خلاله ان احنا حان الوقت ان نلتف ونحشد الحشود ونظهر للعالم كله ان الاراده الشعبيه اختارت هذا الرجل عن جداره وعن حب وعن قناعه. وبحسب المشاركين في المؤتمر فإنهم جاءوا ليعبروا عن تأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما تم من إنجازات ومشروعات بالدولة. كلنا مع الرئيس، خلف الرئيس، نفوضه، نؤيده، ندعمه قلبا وقالبا مع فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتكملة المسيرة وبناء مصر الحديثة وبناء مصر الجديدة. فهو الذي بنى مصر رغم هذه التحديات. جايين كلنا عشان مصر اولا، وعشان خاطر الدولة المصرية، وعشان خاطر الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنأيده كلنا ومعاه وبنقول له انا معاك يا رئيس.
المرأة والشباب جاءوا أيضا ليؤكدوا دعمهم وتأييدهم لما حدث بمصر من طفرة في الخدمات المقدمة للشباب والمرأة خلال السنوات الماضية. عندنا مستقبل إن شاء الله مع الرئيس نكمل النهضة اللي عملها قبل كده، وجاي النهاردة برضو إحنا نأيده عشان يكمل المشروعات القومية اللي عملها ونهضة الدولة والاهتمام بالشباب والمرأة والفتاة المجتمع كله. والله هو عمل الإسكان، مشاريع كتيرة، الإسكان، الكباري، الطرق، عمل حاجات كتيرة قوي، وهو لازم يفضل عشان يكمل اللي عمله. توفير إسكان بدرجة يعني معلش يمكن مليارات اتصرفت في الموضوع ده عشان توفر إسكان الإسكان للشباب، فكانت حاجة محترمة جدا وقصة 30 سنة، فكان حاجة مش هتتعوض تاني. وتتواصل اللقاءات الجماهيرية من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين في الداخل والخارج ليرسلوا برسالة للعالم بأن الصندوق موعدهم للتعبير عن الحب والتأييد والمساندة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة. تعليق حضرتك يا فندم على فكرة وعي المواطن المصري لاختيار من يقود مصر في المرحلة المقبلة. طبعا المسألة بقت مختلفة، يعني انت من ساعة 25 يناير الحس السياسي في المواطن المصري اختلف، لم يعد يسمح لمن ينوب عنه في صناديق الانتخابات، لم يعد يسمح ان حد يملي عليه ارادته. المواطن المصري بقى يعني في وعي سياسي وانتماء لفكرة الديمقراطية بشكل كبير، ان الناس تروح تقول رأيها سواء مع هذا المرشح او ضد المرشح ده. يعني مسألة الذهاب للصندوق في حد ذاتها كانت ثقافة غائبة في المجتمع المصري، ما كانتش موجودة. بنسمع حزب الكنبة وحزب الكنبة وغير، وحتى في تقول لك انا صوتي مش مؤثر، غير مؤثر. وحتى في الانتخابات البرلمانية اللي هي كان بيبقى فيها في الاقاليم وكده بيبقى فيها العصبيات بشكل كبير، كانت الناس بتروح للعصبيات مش بتروح باسم الديمقراطية، وكأنها مجبرة يعني راحة علشان العوائل ومش عارف ايه يقول له كذا. وحتى ده انا يعني لاحظت ان حتى الكبار دلوقتي في القرى وغيره ما بقوش مؤثرين زي الاول في الشباب لا، كل واحد دلوقتي بقى عنده وعيه وعنده. حضرتك زي ما حضرتك تفضلت وقلت من بعد 2011 الوعي اختلف اصبح المواطن او الشاب دلوقتي عنده حق دستوري بيدافع عنه. انا عاوز اقول لحضرتك انت حتى في الاسرة يعني الاب ما يقدرش يقول لاولاده انتخبوا فلان او يقول لزوجتهم او يجبرهم ان هو انتخبوا، انت عليك انك انت تبين لهم وهم هيختاروا، واخد بال حضرتك؟ فهي دي احد الثمار اللي حصلت في 25 يناير. صحيح. ان فكره الـ مش اعاده العلاقه، هو زرع او انشاء علاقه بين المواطن وصندوق الانتخابات. واخد بال حضرتك؟ ففكره إن لازم تروح وتقول اللي انت عاوزه، لان مجرد ذهابك ده معناه للحفاظ على حقك التعبير عن حقك الدستوري. أيوة. ما تخليش حد يعبر لك عن رايك يعني. مزبوط. وما تخليش اقليه هي اللي تعبر لك يعني. مزبوط. انت روح انت شارك برايك في هذه الانتخابات. صحيح. الجزء المهم اللي ظهر في التقرير ان فكره احزاب راحه احزاب مختلفة راحه بتأيد مرشح معين. وده يقول ان الرئيس السيسي المرشح الرئيس السيسي ما لا ينتمي لحزب. مظبوط. حزبه هو كل المفترض كل الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها يعني. صحيح. وارد ان انا اكون منتمي اذا كنت منتمي لحزب لحزب التجمع او لحزب الوفد او يساري يميني غيره، وارد ان انا انتخبه حتى لو الحزب بتاعي مش عايزه، لكن انا في النهاية انا في مجموعة احزاب بتقول ان هذا. صحيح. المرشح لا ينتمي الى حزب سياسي بعينه، ولكن ينتمي الى قاعدة شعبية قد تتوزع في احزاب مختلفه، احزاب وقوة سياسيه وحركات مختلفة. مش بس يعني بالزبط. مجرد مش بس احزاب فقط، لا انا بقول لك انا بقول لك قاعده شعبيه سواء تنتمي لاحزاب او غير احزاب، وبالتالي. صحيح. ده بيدي اولا يعني بيدي مسؤوليه على المرشح ان هو بيمثل. صحيح. الجميع. وفي نفس الوقت ما عندوش فاتوره هيديها لحزبه اكيد او لجماعته.
صحيح. واخد بال حضرتك؟ لا ده هو الفاتوره بتاعته للشعب المصري. صحيح. او الحساب معاه مع الشعب المصري، مش حساب حزب ولا حساب جماعة. صحيح. زي ما حصل في فترة من الفترات. ما زلنا في ملف الانتخابات الرئاسية. يستعرض المرشح الرئاسي دكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد خلال مؤتمر انتخابي يعقد بمدينة طنطا في محافظة الغربية برنامجه الانتخابي الذي يعتمد على أربعة محاور ليشمل الإصلاح الاقتصادي والإصلاح التشريعي والإصلاح التعليمي والحفاظ على حقوق مصر التاريخية من نهر النيل تعليق حضرتك ايضا فندم على هذا الحدث. والله يعني انا اولا حزب الوفد المفترض يعني من الاحزاب التاريخيه الكبرى في المجتمع المصري. صحيح يعني اصيبت ببعض الوهن زي ما اصاب الوهن في العديد من الاحزاب السياسيه، لكن في النهايه اذا كان رئيس حزب الوفد نازل المعترك الانتخابي واي مرشح اخر عليه أن يكون له برنامج. صحيح. يعني هو إحنا مش داخلين بتمثيل مشرف يعني ولا داخلين. صحيح. لا لازم يكون لنا رؤية، والرؤية على فكرة لا تخدم المرشح بعين لكن قد يستفيد بها المرشح الناجح اللي يفوز. صحيح. يعني أنا إذا كنا إحنا متنافسين وكل واحد قال فكرة معينة أو قال برنامج معين الـ 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 بعد ما بتنتهي الانتخابات مصلحة الوطن تحتم على المرشح الفائز أن يستفيد من هذه الرؤى أو هذه البرامج للمرشحين. صحيح. الآخرين. صحيح. وبالتالي أنا شايف أن الأربع محاور مهمين، الأربع محاور اللي بيتكلم عنهم مرشح حزب الوفد مهمين. إصلاح التعليم، مين اللي يقول أن إصلاح التعليم مش مهم؟ في طبعا حصلت إصلاحات في ملف التعليم، لكن والله إذا كان خبراء الحملة الانتخابية بتوعه في مجال التعليم جايبين رؤى جديدة ممكن تستفيد بيها الدولة المصرية، ها، للمرشح الفائز أهلا وسهلا بيه. يقولولنا إزاي نحل مشاكل التعليم في المدارس، يحللنا مشاكل التكدس التعليم الطلبة في المدارس، أنظمة الامتحانات، مسألة المناهج، مسألة المدرسين، مسألة الميزانيات، مسألة الدروس الخصوصية، مسألة أنك أنت تحط التعليم المصري في مصاف التعليم العالمي. صحيح. يعني أهلا وسهلا. الجزء الثاني الإصلاح الاقتصادي، طبعا عندنا الأزمات الاقتصادية ما شاء الله يعني ليست في مصر فحسب ولكن في جميع دول العالم، فإذا كان لديه برنامج إصلاح اقتصادي. صحيح. أهلا وسهلا. ممكن الدستور 2014 وانت مكنة التشريعات شغالة لأنك عمال تطور في القوانين اللي هي تتناسب أو تتوازى مع الدستور الجديد، وبالتالي إذا كان في كمان أيضا مشاريع قوانين. صحيح. يراها مهمة للمجتمع المصري أهلا وسهلا بيها. آخر حاجة مسألة الحقوق التاريخية لنهر النيل، دي طبعا دي حقوق ثابتة ما حدش بيتكلم عنها. ناهيك عن التحديات الخارجية طبعا كمان. التحديات الخارجية واضح ان الملف الخارجي يعني مهم جدا. أكيد. لأي مرشح يعني. عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر اجتماعا مع أعضاء أمانة العضوية المركزية بالحزب الشعبي الجمهوري، وذلك في مقر الحملة الانتخابية المركزية بالقاهرة الجديدة، حيث تناول المرشح الرئاسي خلال الاجتماع خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي وتسليط الضوء على أهم النقاط التي تضمنها البرنامج والتي تهتم بها أو يهتم بها الشارع المصري. وأشار أعضاء الحملة إلى أهمية الدور الذي تقوم به أمانة العضوية بحزب الشعب الجمهوري خلال مرحلة الانتخاب وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتين إلى أن أمانات الحزب سيكون حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية. تعليق حضرتك أدنى. والله لي عدة ملاحظات. واحد، خلاص الحملة الانتخابية المفترض يكونوا في الشارع. صحيح. مش قاعدين لسه في القاهرة الجديدة قاعدين لجنة الحزب عم بتناقش الاستراتيجيات وازاي يشتغلوا. المفترض على غرار حملة المرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي وحملة المرشح حزب الوفد موجود في وسط الناس بيقول برنامجه وكذا وكذا. المسألة يعني المفترض خلاص ده احنا ايام قليلة وتبدأ فانت لسه قاعد في القاهرة الجديدة لسه بت يعني فدي ملحوظة، لان انا كناخب
عليا ان انا اشوف كل المرشحين ايه البرامج بتاعتكم، بتفكروا ازاي، بتيجوا تتكلموا ازاي، بتطلعوا تناقشوا ازاي، مين فريق العمل بتاعك، بيديك خطط ايه، بتشتغل ازاي، انت التحديات اللي موجوده ديت انت ممكن تتعامل معاها ازاي. وزي ما قلت المساله ليست صراع على مصر ولكن صراع لحب مصر. يعني احنا داخلين في الانتخابات ان احنا كلنا مش صراع على كراسي، احنا صراع علشان تنمية مصر، استقرار مصر، ان مصر تبقى في المقدمة كما كانت وكما ستظل وبإذن الله هتبقى موجود. وبالتالي ده مش هيتم الا من خلال هذه يعني الحملات الانتخابية او الانتخابات دي، فرصة واللقاءات المباشرة مع الجماهير، اللقاءات المباشرة مع الناس، وانك انت ازاي تكلمهم تقول لهم انا هعمل ايه وده، ومش هعمل بس يعني مش هقول شعار وخلاص، لا انا بقول اصلاح اقتصادي. اصلاح اقتصادي يعني ايه؟ 1 2 3 4. اصلاح تعليمي يعني ايه؟ 1 2 3 4. يعني إيه؟ فكرة التفويض على بياض، او فكرة ان الناس توافق على بياض، او حد يعني فكرة ان يصدر لنا الوهم او يبقى لنا الوهم، مفيش خلاص. صح. المواطن زي ما قلت بعد 2011 خلصت الحدوتة دي، فبقت خلاص نمرة اتنين. انا مش شايف دلوقتي فكرة استغلال التكنولوجيا الحديثة، الانترنت وغيره، ودي عوامل مؤثرة جدا، عوامل مؤثرة في التواصل مع الناس. يعني اذا انت خلاص، يعني انا شايف ان فكرة الوصول للناس مش صعب دلوقتي طبعا. يعني طبعا. يعني مش هتكلم حتى على قنوات التلفزيون والفضائيات وغيره، مش هتكلم. يعني انت عندك النت دلوقتي طبعا. تقدر تطلع على اليوتيوب تعمل اللي انت عاوزه. فانت هتقول علشان انت على فكره لا تلوم الا نفسك اذ لم تحصل الا على صوتك. مظبوط. يعني واخد بالك، فانت ما تلومش نفسك، ما قدرتش توصل للناس. وفكره انك انت تقول لي ان انا مش قادر اوصل للناس، دي مساله بقت صعبه. لا، انت تقدر توصل للناس لو انت عندك حاجه تستحق انك توصل بيها للناس، لكن لو ما عندكش حاجه اقعد اتحجج زي ما انت عاوز. ازاي مش هتعرف توصل للناس وانت عاوز تبقى رئيس يعني رئيس شعبي؟ وفي نفس الوقت زي ما بقول لحضرتك الادوات الحديثه دلوقتي، يعني كان زمان يتحججوا يقول لك لا اصلي اللي مش عارف التلفزيون الدوله مش عارف ايه، اصلي مش عارف القنوات اللي مش عارف ايه. طب خلاص يا عم، كل دول طلعهم يا عم، انت عندك اليوتيوب دلوقتي، انت عندك دلوقتي الفيسبوك والفيسبوك ما انا بقول لك كل حاجات التواصل كلها وشبكات الانترنت ومجانيه. وفي نفس الوقت لما الناس بتصدقك هتلاقي الملايين معك. مزبوط. هتلاقي الملايين على هذه الشبكات. يعني إذا انت كان عندك رؤيه حقيقيه وعندك قدره على قياده مصر في المرحله المقبله، زي ما انت عارف في صحيح. بعض البرامج اللي على النت بتحصد ملايين المشاهدات اللي ما بيحصلش عليها بعض البرامج التلفزيونيه. صحيح. بعض المقالات على شبكات الانترنت بتلاقي قراء ما لا تحصل بها. صحيح. الصحافه المكتوبه او المواقع الالكترونيه العاديه التقليديه، وبالتالي اصبحت الساحه مفتوحه. صحيح. اللي عنده حاجه يقدر يوصل للناس، لان الناس على فكره المؤشر بتاعهم والترمومتر بتاعهم والبوصله بتاعتهم بتستشعر الصدق. صحيح. فانت معاك كل ادواتك، اتفق مع حضرتك، ما قدرتش توصل يبقى مشكلتك. يعني ما فيش حجه ان انا مش عارف اعمل مقابلات انتخابيه ما فيش. وبعد كده يقول لي مثلا انا الدعايه، اصل الدعايه الانتخابيه بتحتاج انت مش عارف ايه، انا عاوز مكلفه ومش مكلفه. خلاص انت دلوقتي انا بقول لحضرتك بمجموعه شباب من اللي هم المفترض في اي حزب يكون فيه فاهمين النت وفاهمين كذا، وحتى اللي مش فاهم ده لو جاب موبايل دلوقتي ها وبيتكلم كلمتين على البتاع وحطهم هيوصل للناس. فاذا اللي عنده شيء يستطيع انه يوصل. صحيح. المؤشر الصدق بتاعك والترمومتر الصدق عالي هتوصل للناس. صحيح يا فندم.